السلام عليكم. اليوم جيت أجاوب على التعليقات اللي يوميا أتلقاها وكل شوية أتلقاها، اللي هي شو اللي في وجهك، شبيه وجهك، شنو اللي في وجهك، روحي غطي وجهك، وفي ناس اعملي هذه، عالجي نفسك، روحي اعملي لايزر. اوكي، هذا راح أشرح لكم على هذا المرض. هذا مرض جيني اسمه كسيروديرما بيجمنتوزيوم، أو أطفال القمر، أو تقرح جدي الاستباغي، غير معدي ومزمن، يعني ما له علاج وغير معدي. هذا المرض إذا تعرضنا للشمس، يعني ممنوع علينا الشمس بصفة نهائية، لأن إذا تعرضنا للشمس أو لأشعة الشمس أو الحرارة الكبيرة، يعني الحرارة القصوى، راح يخرج لنا أورام سرطانية. أورام سرطانية لازم تنشل بأقصى سرعة، لازم تنشل وتتحلل مشان نشوف الأورام حميدة ولا خبيثة. يعني حياتنا تبدأ بعد المغرب، وإحنا مثل أي إنسان، غير أننا ممنوع علينا النهار، بالليل نعيش الحياة عادي جدا. أوكي، أقولكم كفاكم تنمر يا جماعة، لأن كلنا إنسان، كلنا نحس. كفاكم تنمر، اللي ما عنده شخصية قوية فخلاص راح تنهوه بتنمركم وبكلامكم الوحش. كما قلت لكم ما في علاج، يعني ما نقول احنا ما نخرج في النهار خلاص عادي احنا بخير بسلام، لا، لازم الوقاية، اللي هي كريمات، كل ساعة كريمات، مراهم ضروري، لبس اللي ما يدخل اشعة للشمس، اللي هي قليل كثير في المغرب، يمكن ما نلاقيه اصلا في المغرب، وواقي الشمس، يعني لباس واقي للشمس إذا اضطرينا نخرج، مثل ما نخرج للطبيب، نخرج على أوراق، ضروري كتير. كما تعرفوا الشمس هي اللي تعطي فيتامين دي، فلازم نعود شوية من هذاك فيتامين دي يعني بالفيتامينات، نأخذ فيتامينات لحتى نقدر نتحرك شوية. كما تعرفون نقص فيتامين دي يسبب الأنيميا والأعصاب والخمول والتعب، كتير حاجات، ولكن نعود شوية. كما نقول الحمد لله على كل حال، ودائما في أمل، دائما في أمل.